تايتل بيج زي ما قلنا فيها نقاط عديده جدا، فيها التايتل، تايتل العنوان، الموضوع بتاعنا ايه، وليه صفات محدده. التايتل لازم نكتبه او العنوان نكتبه بصفات محدده. List of authors and their institutions، هنقول كل مؤلفين البحث اسمائهم وكمان المؤسسات اللي هم يتبعوا ليها. ازاي نكتب الكلام ده؟ وسواء المؤسسه او الباحث. Corresponding author، ايه هو corresponding author او الباحث المراسل؟ ايه مهمته؟ ازاي نختاره؟ نكتب معلومات عنه ازاي؟ بعد كده في حاجه اسمها running title اللي هو او short heading اللي هو عنوان صغير مختصر. بعض المجلات بتشترط اللي هو حتى لا يتجاوز 40 كاركترز. 40 كاركترز يعني حتى السبيسز محسوبه فيها، يعني مش حروف بس، سبيسز كمان محسوبه فيها. برضو الكي ووردز او المفاتيح البحث بتاعنا، الكلمات المفتاحيه اللي هي ندور بيها على اي بحث. الوورد كاونت لازم تحط في التايتل بيج العدد الكلمات سواء في الابستراكت او في المانوسكريبت. المانوسكريبت هنا بنقصد بيها اللي هي من اول الانترودكشن لغايه الكونكلوجن، ملناش دعوه بالجداول وملناش دعوه بالفيجرز. وبعد كده زي ما قلنا الايثيكال ستيتمنتس ممكن في بعض المجلات يبقوا عايزينها مكتوبه في التايتل بيج. طيب في موضوعين مهمين من داخلين في الموضوع ده، اللي هو هتكتب اسمك ازاي، نقول كده شويه نصايح شويه توصيات، وكمان كرايتيريا اوف اوثرشيب لانه بيعمل مشاكل كتيره خالص خاصه عندنا في مصر علشان موضوع نسبه المشاركه. طيب نبدا بقى بالتايتل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. احنا كده بدانا في اول حاجه بقى في الحاجه اللي هتتنشر في المجله، التايتل. المفروض عنوان البحث ده اول حاجه بيقراها اللي هو بيقرا المجله، يعني اللي بيدور على البحث مثلا او بيقرا مجله اول حاجه بيقراها في الموضوع هي العنوان، وده برضو اول حاجه بيقراها الريفيور المحكم وبيقراها محرر المجله. وعلى اساس كده محرر المجله بيقرر يرفض اصلا من بابه البحث، يعمل ريجكشن على طول، ايميديت ريجكشن، او يقرر اللي هو يبعته لمحكمين وبناء على التايتل. وطبعا مش تايتل بس يعني، بس ايه، ممكن على التايتل يعمل ريجكشن، لكن لو لقاه مناسب يكمل بقى ويقرا الابستراكت ويقرا شويه في الموضوع عشان يقرر يبعته لمحكمين ولا لا. كمان اللي بيقرا البحث ممكن، انت في حاجات كتير قوي انت بتدور بالتايتل بس على موضوع معين، تلاقي التايتل من عنوان كده تقول لا مش مهم البحث ده، انا بدور على حاجه ثانيه. فمهم قوي ان البحث العنوان يكون يدل على محتوى الموضوع، لان كده ممكن اللي بيدور على موضوع معين يتخدع من اسم البحث بتاعك لان انت ما كتبتوش كويس، فما يستخدمش البحث ده ولا يقراه اصلا ولا يعمل له سايتيشن. فالعنوان مهم جدا. طيب نقول كده بعض الشروط عشان نخلي العنوان في احسن صوره ممكنه. اولا زي ما احنا شايفين ديسكرايب، انت بتوصف موضوعك ايه، ايه اللي انت هتتكلم عنه. طبعا ده عنوان يعني مش هيبقى وصف كبير، يعني هيبقى في كلمات محدده، عشان كده لازم تختار كل كلمه لازم تبقى، ما ينفعش تستبدلها بكلمه ثانيه، يبقى وجودها مهم. كمان ما تقولش اي كونكلوجن، يعني مثلا ما تقولش اللي انت هتوصله في اخر البحث، لا انت العنوان حتى ممكن يبقى في صوره سؤال، انت بتسال ما تحطش الاجابه، تخلي اللي بيقرا يبقى متشوق هو يدور بقى على الاجابه، فلازم يقرا الموضوع، يقرا البحث بتاعك. في بعض الاحيان ممكن تكتب الديزاين، ده كمان ممكن، مش ممكن بقى، ممكن يبقى ضروري، يبقى لازم تكتبه يا اما يترفض البحث في بعض انواع الدراسات زي الراندمايز كنترول ترايلز. من ضمن الشروط علشان تقبلها المجله اللي انت لازم تكتب في العنوان ان هي راندمايز كنترول ترايلز، لكن في الحاجات الثانيه ممكن تكتب وممكن ما تكتبش، لكن يفضل ان انت تكتب خاصه في الابحاث اللي فيها كومباريزون سواء كوهورت ستاديز او كيس كنترول ستاديز، وهنقول يعني ايه الكلام ده بعد شويه. طبعا العنوان ده عنوان، مش ما ينفعش يبقى موضوع، ما ينفعش يبقى طويل، يبقى مختصر. وكمان قلنا ده احنا هنكتب كمان لسه عنوان كمان مختصر عن العنوان العادي،
اللي هو زي ما قلنا شورت هيدنج او رانينج تايتل. طبعا لازم يبقى يخلي اللي بيقرا يتحمس اللي هو يقرا الموضوع ويقرا البحث كله، يبقى انترستنج مشوق. فدي اهم الخصائص للتايتل بتاعنا، انا حاول تبقى موجوده. وهنقول امثله يعني. طيب نشوف كده هنا، ده مثلا بحث في انترناشونال جورنال اوف يورولوجي، دي مجله كيو 2 ويب اوف ساينس، مجلة قوية. ده العنوان مثلا، هو هنا هم في المجلة بيكتبوا ان هو اوريجينال ارتكل، وبيكتب عنوانه الموضوع بتاعه او الكاتيجوري بتاعته ايه، اللي هو كلينيكال انفستيجيشن، كلينيكال يعني. طيب العنوان هنا زي ما احنا شايفين، لور كاليسيال اند رينال بلفيك ستونز ان بي سكول شيلدرن كومباريتيف ستادي اوف ماني بيركيتينيوس نيفرولايثوتومي فيرسس اكسترا كوربوريال شوك ويف لايثوتريبسي. زي ما احنا شايفين كل اكسترا كوربوريال شوك ويف لايثوتريبسي ممكن نختصرها نكتب اس دبليو ال، تمام، لكن ما ينفعش في العنوان نكتب اختصارات، عشان كده بيتكتب العنوان كامل. زي ما احنا شايفين ما ينفعش نشيل اي كلمه واحده من الموضوع ده، احنا بنقارن حاجتين فبنكتب الحاجتين، كتبنا اللي هم في الاطفال، والاطفال كمان مش اي اطفال، بي سكول شيلدرن، وقلنا نوع الاستادي اللي هي كومباريتيف ستادي، ما كتبناش هنا راندمايز كنترول ترايل لانها ما كانتش راندمايز كنترول ترايل، كانت كومباريتيف سواء بقى كوهورت او كيس كنترول ستادي. وبعد كده اسماء الباحثين هنتكلم عليها بالتفصيل شويه. وبعد كده الكي ووردز زي ما احنا شايفين عاده بيبقوا من 5 لـ 6 اقصى حاجه كي ووردز، زي ما احنا شايفين هنا بتستخدمها علشان دي وانت بتدور بقى من شويه، قلنا واحنا بتدور في جوجل سكولر او في باب ميد ممكن تدور عن طريق الكي ووردز دي، وهنتكلم عليها بعد شويه كمان. وبعد كده بقيه البحث الانترودكشن وكده، يهمنا العنوان تمام، هنا ما قلناش هنلاقي ايه، ما قلناش النتائج بتاعتنا، ما قلناش الكونكلوجن، قلنا اللي احنا هنقارن بين كذا وكذا، فنخلي اللي بيقرا بقى يحاول يقرا الموضوع عشان يشوف النتيجه ايه. الموضوع ده على فكره، الموضوع ده زي ما انتم شايفين انا يعني انا من ضمن المؤلفين يعني، وانا كنت الكورسبوندنج اوثر، زي ما احنا شايفين هنا كورسبوندنج اوثر بتكتب البيانات بتاعته، الاسم بتاعه القسم يعني قسم المسالك، والاسم بتاعه برضو محمد لاخر الاسم، وبعد كده المؤسسه كايرو يونيفرستي قصر العيني هوسبيتالز وكايرو يونيفرستي الجامعه، وكمان الايميل اهم حاجه طبعا الايميل. وطبعا اي مجله بتروح حاطه الكلام ده، البحث يعني راح امتى، اتعمل له سبمشن امتى، اللي هو ريسيفد في 8 اكتوبر مثلا 2015، اكسبتد بعدها بحوالي 5 شهور او 6 شهور، 1 مارس 2016، وبدا يظهر اونلاين، لسه ما ظهرش في عدد، بدا بس اونلاين في الصوره دي بس من غير ما ياخد عدد، ده العدد تمام، اللي هو بنكتب فيه السنه 2016، بنكتب فيه الايشو اللي هو 23 اللي هو العدد يعني، وبنكتب فيه رقم الصفحه. على فكره 23 معلش ده الفوليوم، الفوليوم 23 ده الفوليوم اللي هو بالعربي بنسميه مجلد، اللي هو سنه كذا يعني سنه 2016 ده هو الفوليوم 23 او المجلد 23، وبعدين الصفحه بدا في صفحه كذا، ده التفاصيل دي لما البحث يتنشر في عدد مطبوع تمام، لكن ممكن يظهر اونلاين قبل ما يدخل في عدد، فساعتها هو ده اللي مقصود بيه هنا اونلاين بابليكيشن اللي هو في 13 مايو 2016. طبعا يهمنا تاريخ البحث، اللي يهمنا في الترقيات بقى لو حد ناس معانا من اعضاء التدريس، هو التاريخ ده اكسبتد امتى، اللي هو لازم يكون التاريخ ده بعد، يكون على الدرجه الحاليه يعني بعد قرار مجلس الجامعه بالترقيه الحاليه. لو انا ترقيت مدرس مثلا في 28 فبراير 2016، وممكن البحث ده اتقبل في 1 مارس بعدها بيوم، ينفع تقدم بيه لترقيه استاذ مساعد. دي كده جمله في الوسط، نبعد تاني عن الترقيه ونرجع لموضوعنا اللي هو البحث العلمي وازاي نكتب الموضوع. طيب فين الرننج تايتل بقى؟ احنا كل السلايد ده عشان نوصل للرننج تايتل، فين الرننج تايتل؟ شوفوا هو هنا اهو الحته دي بس، شايفين العنوان الكبير ده كله؟ بقى الحته دي بس، بيدياتريك رينال ستونز ميني بيرك، حطينا بقى اختصار في الرننج تايتل، ممكن نحط اختصار ميني بيرك
اللي هو اختصار لميني بيركتينيوس نيفروليثوتومي، اللي هو يعني منظار الكلى بس بحجم صغير، منظار الكلى الصغير مش الكبير، فيرسس ازويل اس دبليو ال اللي هو شوك ويف لايثوتريبس. يبقى كده كل ده داخل في التايتل بيج، العنوان بتاعنا، العنوان المختصر رانينج هيد، الكي وورد كورسبوندنج اوثر داتا، والمجله بقى بتزود حاجات تانية اللي هي الاكسبتنس امتى واتبعت امتى والكلام ده، وده رقم الصفحه 564 جوه المجله. عشان كده هنا كتب اول الصفحه الاولانيه هي 564، وطبعا هو هنا كاتب المجله تبع ايه. طيب يبقى ده الجزء من التايتل بيج، مش كله، احنا كده بنتكلم بس على التايتل على حاجات معينه. ندخل بقى في الكي ووردز بشكل اكتر. الكي ووردز زي ما قلنا بتسهل البحث، اي حد يقدر يوصل للبحث بتاعك، وانت هدفك اصلا ان الناس كلها توصل للبحث بتاعك بسهوله علشان تقراه كتير وعلشان نسبه ان حد يعمل له سايتيشن تكبر. في موضوع اسمه في الباب ميد بقى التخصصات الطبيه، الكي ووردز بيقولوا عليها ميديكال سبجكت هيدنجز، فبيسموها مش او مش تيرمز، وبيبقى في طريقه زي ما احنا شايفين هنا، يعني في طريقه اللي انت مش اون ديماند تول اللي انت تحط الابستراكت بتاعك جوه بوكس كده على الموقع، فهو يطلع لك كل الكي ووردز الممكنه، تمام. وفي طريقه ثانيه اللي انت تدور بقى على الكلمه نفسها الصح، يعني تكتب مثلا بروستاتيك هايبربليزيا وهو يجيب لك الكلمه بتاعتها الصح، الترم الصح ايه بتاعها. طبعا يهمنا ان احنا نستخدم كي وورد صح، يعني مش حاجه احنا نخترعها يعني، ولكن يعني مش كل مره لازم نعملها بالطريقه دي، لان بالخبره انت بتبقى عارف كل الكي ووردز اللي بتتكتب في الموضوع ده المفروض تبقى ايه او تتكتب ازاي يعني. طيب هنشوف برضو فيديو عن الحته دي دلوقتي. انا بقى ازاي ندور على الكي ووردز؟ زي ما قلنا من شويه احنا عندنا الموقع الاولاني، هو الاثنين على باب ميد، يعني عندنا مش اون ديماند، هنا بنحط قطعه من الابستراكت او الجزء اللي احنا عايزينه ونعمل سيرش ونشوف هو بقى بيطلع لنا زي ما احنا شايفين هنا، بيطلع لنا بيعلم على حاجات اللي ممكن تنفع كيوردز، بيكتبها لنا في الجنب، تمام، هي دي اللي ممكن نستخدمها. وحتى بيقول البيبرز القريبه جدا من البيبر بتاعتنا او الموضوع بتاعنا، فممكن ندخل عليهم ونشوف هم كاتبين ايه كيوردز ونستفيد برضو بالكيوردز اللي هم كاتبينها. يبقى ده مش اون ديمون، وفي كمان المش تانية اللي هو براوزر او ميديكال سبجكت هيدنجز. هنا بقى بنحط مثلا زي ما احنا شايفين هنا، بنحط الكلمه ونشوف نعمل سيرش انتر، هو بقى بيجيب لنا بروستاتيك هايبربليزيا، جاب بقى كل الأسماء بتاعتها، كل اللي ينفع نخليه كيوردز. برضو دي الحاجات القريبة منها وهكذا، برضو كل الحاجات دي. يبقى كده المكانين عندنا البراوزر فور مش، وفي اون ديماند اللي تحط الابستراكت وهو يجيب لك كل الكيوردز. طيب يبقى كده موضوع المش تيرمز.